العيش انتهى دوبي حجار يبسوا الشجار صاروا للنار أول شيء لازم تشوف ماما تتعرف على أخواتي. أوكي حددي أنت موعد وأنا جاهز. شو كنت أسألك كمان؟ فكرتي بموضوع الاستقرار وين عم بيصير؟ يعني بدك فيينا ولا القاهرة؟ يمكن هذا الموضوع بده دراسة أكثر شوي، وأنا جيت إلي أنا بفضل القاهرة. بجوز تكون فيينا أنسب من شان شغلة، بس ما بعرف، أنا بفضل القاهرة. أوكي اتفقنا. شو كنت أسألك كمان؟ بالنسبة للأعراف والتقاليد، يعني أنا ما بعرف شو لازم أعمل بالنسبة للمهر، الشبكة، الخواتم، تلبيسة. هاي المسائل ما عادت ضرورية أبدا، وأنا ما بحب الذهب، ما بيهمني. لما تجوزت المرة الماضية حتى ما كان عندي خاتم. شو قيمة الخاتم؟ يعني كنت تحبيه كتير؟ تعال ما نجيب سيرته، شو رأيك؟ ماما؟ ماما؟ أهلين أمولة، كيفك ماما؟ أنا تمام ماما الحمد لله. شو؟ بدك تقولي لي شي؟ ماما يعني هو شو؟ في شاب بده يزورنا. قلتي لي في شاب بده يجي يزورنا؟ وما عرفتي شو بده؟ يعني ما فهمتي علي؟ فهمت ماما. أهلا وسهلا، البيت بيته. هلو، جود مورجن، دكتور أبو اللوز بيتيشن. هلو، لك هذا انت؟ انا محمود، عم بحكي من الشام. كيفك؟ كيف صحتك؟ ان شاء الله بخير. لا الحمد لله، انا اموري ماشيه تمام. اخي بدي منك هالخدمه، في شاب من عندكم طالب ايد بنت اخي. يعني هو الشاب حباب وادمي وظريف كتير، بس يعني انا حابب اخذ شويه معلومات زياده عنه. اي يا سيدي، ما بنسى لك هالمعروف ابدا. اسمه سهيل محمود، بيشتغل بشركه باير النمسا. ها، متذكر الاسم؟ عظيم كتير. هذا بيسهل علينا العمليه. امتى بترد لي الخبر؟ ها، بعد يومين بتحكي معي؟ طيب، عظيم جدا، انا ممنونك كتير.
قال لي لشوف بتوصي شي من الشام؟ عمالي لا تستحي ها؟ فكر فكر. طيب حبيبي مع السلامة، ممنونك. يعني حضرتك انت من هون؟ طبعا انا من هون، بس انا صار لي فترة طويلة كتير بالنمسا، قرايبيننا كلهم هون بالبلد. عندك بيت؟ قصدي ساكن لحالك ولا مع اهلك؟ لا انا ساكن لحالي. والبيت ملك ولا اجار؟ لا اجار، بس اذا الواحد بالنمسا حب يشتري بيت يعني يتملك الامور كتير ميسرة. وحضرتك بلا صغرى شو دارس؟ انا دارس كيمياء حيوية، بعدين عملت دكتوراه بالرقابة الدوائية. ما شاء الله، ان شاء الله بالنجاح والتوفيق. شكرا. ايناس حبيبتي عمك تأخر، يا ريت تتصلي فيه. على عيني. ودائما بشكل دائم يكون في ادوية حديثة. ايه طبعا. هلا التوجه انه بالبحث في علم النبات خاصة اوكي بتجيب النص بكره؟ لك يا اخي والله مشغول، ما عم بتهرب منها، عن جد مشغول. لك انا بدي نصيحتك، هي كلمتين وبس. كلمتين يا مغضوب، كلمتين؟ بده يقريني الف صفحه وبيقول لك كلمتين. متعودين على افضالك يا استاذ فات، واذا بدك استشاره بدفع لك. والله ما وحق، ليك وشو كيف قالب اصبعتين ونص. الحب يا استاذ ماهر، الحب. هلا اللي بحب صبيه صغيره هيك بصير فيه؟ ولك تضرب منك له. الله يعين مشاهدين التلفزيون العربي على هيك مخرجين إرادة. مقبولة منك يا أستاذ فؤاد. وهي كمان بسبب الحب. خيو أنا بدي أقوم أتمشى شوي، تحبوا تمشوا معي؟ بهالبرد. وين البرد يا رجل؟ بعدين لازم تعرضوا أجسادكم لبرد الربيع. على أساس أنت بتحب الربيع؟ هلأ صرت حبه. بدكم تتمشوا معي ولا لا؟ لا خيو، آخر مرة مشيناها سوا رح أجيب نصر الأطفال كان. لك حرام عليك يا رجل، ما مشينا أكثر من 5-6 كيلومتر. بعدك شاب؟ شاب شو يا زلمة، راحت علينا. المهم ما بكون تتمشوا، خاطركم. يلا. مع السلامة. خير عمو. أهلين عمو. كيفك حبيبتي؟ تمام. سألت عنك. كنت بالمستشفى. صباح الخير. يا أهلين. قول. صباح الخير، كيف صحة؟ هلا محمود. مرحبا عمو. أهلين عمو. يا أهلين محمود. أهلين عمو. أهلين عمو. تفضل تفضل. الحمد لله من جيد إلى أفضل.
بدك يا مجنون؟ بك يا مجنون شو بدك؟ شو جابها؟ ما كان لازم تكون بحلب هلا؟ صحيح بس شو؟ ما خلعتوا قتلي ونهنهتوا فيها؟ كيف ضح حريم قلبك؟ بدك مصاري ما؟ أعوذ بالله، بعرفك ما بتاكل حق حدا أستاذ، بس حصل غلط لازم تعرفه. شو الغلط؟ شو صار؟ والله طلع عصبه قوي يا أستاذ، أنا ضربته من هون وما بعرف كيف صار مثل الوحش. حدا شافك؟ هو عرفك شي؟ لا شافني ولا حدا عرفني، بس طلعوا أهل الحارة وهو متعربط فيني، انطرقته سكين. سكين؟ الله لا يوفقك. نعم مجنون؟ خفت انكمش. وتنكمش؟ يعني شو فيها؟ كله اعتداء بوكسين ثلاثة، كنت رحت فيها بالكتير 5-6 شهور بالحبس، وحقك محفوظ عندي. بصراحة يا أستاذ خفت عليك، يعني خفت يقرروني بالتي هي أحسن. وهو شو صار له؟ ما بعرف. الله لا يوفقك، الله لا يوفقك. يعني شو بنا أستاذ؟ بهيك شغلات كل شي بيصير، أنت شو صار لك؟ لك أنا ما نبهتك ما بدي تستخدم أي سلاح. المهم هلا تختفي من البلد. ما بتخليني اشوف خلقتك الا اذا انا بعثت لك خبر. ولوين بدي روح؟ روح على الهفا، المهم تختفي من الوش كام يوم. واهلي واولادي وعيالي. طيب مفهوم، لا يكون لك فكره. مسيك بتروح بتختفي، ما تخليني اشوف خلقتك. يلا. سلامتك. الحمد لله على سلامتك. كيف وقتي؟ خير بابا، شو اللي صار؟ بسيطة، حادثة سخيفة. حادثة سخيفة؟ شو يعني؟ امبارح بالليل واحد شيء حرامي شيء أزهر ما سكنه بعدين ضربني بسكين. بس مسألة بسيطة، ما تخافي رح أعيش. راح تعيش بإذن الله. المهم مين له مصلحة يضربك؟ الحمد لله على سلامتك، شغلت لنا بالنا. أنا نادية، كيفك أنت؟ المهم أنت كيفك؟ منيح نادية. شكرا لك أنك أجيتي وتعبت حالك. على إذنكم يا جماعة لو سمحتوا تفضلوا ناخذ أقوالهم.
عندي جلسة بالمحكمة، إذا احتجتوا شي خبريني. أنت متأكد إنك ما بتشك بحدا ولا لك تار مع حدا؟ أكيد لا، لأنه ما عندي مشكلة مع حدا. أصلاً طبيعة علاقاتي ما فيها هيك نوع من العداء. يعني ما بدك تدعي حدا؟ أبداً. أستاذ، هي محاولة قتل، يعني بتخليه تخبل حبوس. بعرف، بس أنا فعلاً ما بشك بحدا، ويا ريت نلفلف هذا الموضوع لأنه فعلاً ما له ضرورة. مت ما بتريد، سكر المحضر يا محمد. إن شاء الله معك يا أستاذ. حضرة المساعد، شو القصة؟ أنت مين بتقول له؟ رفيقه. أنا بنته. طيب أنت يا أنسة ما بتعرفي حدا بيكره أبوك؟ لا أبداً، أبي بحياته ما أذى حدا. وأنت أستاذ ما بتعرف شيء؟ لو كنت بعرف شيء كنت قلت لك. طيب يعطيك العافية. الله معك. بالليل واحد ضربه سكين وهرب. طب صار له شيء؟ لا ما صار له شيء، لحقنا على المستشفى وانا اطمنت عليه من شوي بالتليفون. شكرا. بابا ما بيصير تتنازل عن حقك. ولك خلاص يا بيسان، خلاص افرطي يا بابا. اخي فؤاد، انا هيك اطمنت عليك وصار لازم امشي. شكرا يا ابو فاروق. بعد الظهر راح اجي لعندك ومعي ام فاروق. شكرا. معافى. شو يعني بدك تروح حالك مثل عمو شريف؟ بيسان، هذا الموضوع لازم يتسكر وما ينحكى فيه نهائيا. هذا الموضوع بتعلق بإناس، عشان هيك لازم ما ينفتح لا بشكل رسمي ولا بغيره. معناتها أنت بتعرف مين؟ أكيد بتعرف مين. خلصنا بيسان، خلصنا. شكرا دكتور، يعطيك العافية. الله يعافيك. أهلين عمو. أهلين عمو بيسان، كيفك؟ وكيف البطل؟ شغلت بالي يا رجل. طمني، مين هذا الأزعر المعتدي عليك؟ أزهر. بعرف إنه أزهر، بس مين هو؟ مين بدي أعرف؟ عمو بيسان تركينا شوي لحنا. حاضر عمو، عن إذنكم. فؤاد، اللي مين هو اللي ضربك؟ ما قلت لك إني ما بعرفه. أعطيني أي اسم، اسم دكان، اسم شخص، المهم سلمني طرف الخيط وترك الباقي علي. صدقني رح أمعس ومعس. بعرف انك بتقدر تسوي هالشي. اعطيني حتى لو اسم شارع. عوني، هذا الموضوع بدك تنساه، سواء بعرف اللي ضربني ولا ما بعرفه. انا مسامحه. عوني ارجوك سكر على الموضوع نهائيا، وعدني انك تنسى الموضوع. طيب خلص خلص، بتحب جيب لك دكتور؟ لا لا ما في داعي، بس لازم توعدني انك تنسى الموضوع.
طيب طيب، بتتذكر البنت اللي عملنا مشكلة من شانها بشارع بغداد؟ على حد علمك بأي سنة كانت؟ بال64 ما هيك؟ بظن بال64. طمني، عم بتشوفها؟ عم تطمن عنها؟ هلا طلع من هالبواب كنا مراهقين صغار. خلينا بالموضوع، صدق لهلا ما وعدتني. ليش مصر تاخذ مني هيك وعد؟ عوني ارجوك تنسى الموضوع، خلص انسى الموضوع وقدر الحاله اللي انا فيها. انا فهمانك ومقدر موقفك، المهم الحمد لله على السلامه وبعدين بشوفك. بابا شوف مين اجا. والله اهلين ابو الفوز، الله يسعد لي الصباح. كيف صحتك؟ ان شاء الله بخير. طمني شو الاخبار؟ ها ايوه، يعني عموما الشاب مسموعياته منيحه. يا سيدي الله بشرك بالخير. والله انا شخصيا شايفه ظريف يعني. طيب يا سيدي، طيب الله يقدم اللي فيه الخير. قال لي لازمك شيء من هون من الشام؟ أماني هلا تستحي؟ طيب حبيبي شكرا لك، مع السلامة. إيناس شبك يا حبيبتي؟ شو صاير؟ فؤاد كان بدهم يقتلوا لي اياه، ضربوه بالسكين مات، كان رح يموت، كان رح يموت. طيب اهدي اهدي، هلا هو وينه؟ بالمستشفى. لو شفتي كيف ملقاها، أنا ما بقدر أنسى هذا المنظر، أنا العاجل يا أمل العاجل. طولي بالك حبيبتي طولي بالك، عرفتوا مين اللي اعتدى عليه؟ يعني مين في غير نسيان عطير؟ أنا مسد إيدي ورجلي قلت له كل شيء لفؤاد، بس ما كان يفهم علي، ما كان يفهم. لا ماما أحقره. طيب خبرتوا الشرطة؟ فؤاد ما بده يذكر اسمي بمحضر الشرطة، ما بده حدا يقرب علي. شو اعمل انا؟ رح اموت. شو اعمل؟ اهدي هلا انت اهدي، ما في غير نشوفه ليه تنامته، هي لحالها بتقدر تربيه. ما هذا بيستاهل هذا الشيء؟ ما بيستاهل. انا لسه ما خلص. تقبريني خلاص. شوفي يا بنات شو صاير.
شوفي ما في شيء ماما، ما في شيء. لحدا يلي ما في شيء، ولك لحدا يلي ما في شيء قولي. طيب خلاص طولي بالك ماما. على شو بدي طول بالي؟ شوفي فؤاد مسعود عمل حادث بالسيارة وهلا هو بالمستشفى. وصار له شيء؟ لا بسيطة بسيطة ماما بسيطة. ماما إيناس بدي ماما معلش يا قلبي الله الله يضره معلش استفادت رب العالمين رحمة هيك نصيبه يعني. ايه روقي ماما ماما إيناس خلاص روقي حبيبتي روقي تعي أمي تعي تعي يا أمي تعي. فراس وينك؟ أنت اللي وينك؟ بعدين ليش مالك بالمحاضرة؟ أنا ماني جاي على المحاضرة، أنا عم دور عليك. خير؟ بابا بينضرب بالطريق. شو عم تحكي؟ تصور، أنت شفته وتعرفت عليه، يعني رجال بعيد عن المشاكل. طيب هدي حالك شوي، احكي لي القصة من الأول شو؟ كان رايح بالليل على البيت، عم بيتمشى، وفجأة بيطلع له واحد وبيضربه بسكين ببطنه. قام حسوا عليه جيرانه وأسعفوه. طيب خبرتوا الشرطة؟ أكيد خبرنا الشرطة، بس بابا مو راضيان يتهم حدا، مع إنه أنا متأكدة إنه بيعرف مين الرجال. بجوز ما بيعرف مين اللي ضربه بس بيعرف مين اللي بعته. فراس انا ما بعرف شو بدي ساوي، ما بعرف شو بدي اعمل، انا قلبي رح يطق. انت بتعرفي للرجال؟ بعرف اسمه ومكتبه. طيب بتحبي نخبر الشرطه؟ ما هي المشكله، بابا رافض. شو بدك نساوي؟ امشي معي. عود واسمع. شوف نزيه، أنا فكرت كتير قبل ما أجي لعندك، وبعدين قررت إنه أجي وأحكي معك هالكلمتين. أولاً لازم تعرف إنه فؤاد مسعود بيعرف إنه أنت ورا الشي اللي صار معه، ومع هيك ما رضي يقدم شكوى ضدك. ثانياً كل هالعز والجاه اللي أنت فيه ما رح يدومولك، كله رح يروح. تعرف شو رح يضل؟ وراء فؤاد مسعود. شوف نزيه، بجوز انت قدرت تأذي، بس لا انت ولا غيرك رح تقدروا تسكتوا صوته. اذا في قيمة للشي اللي حواليك هلأ، فالقيمة الحقيقية هي بالشي اللي عم بيعمله فؤاد مسعود. انت بكرة بتموت وما حدا حيتذكرك، بس فؤاد مسعود ما حدا حينسى. تعرف ليش؟ لانه رجال عنده اخلاق، ما فكر يأذي حدا. اصلا واحد مثلك مات من زمان، فهمت؟ انت ميت من زمان. شبك يا إيناس؟ حسستك مهمومة مو على بعضك. صدقني ما بعرف شو بدي أقولك، بس أنا مو عارفاني من وين بدي لاقيها. شو لسه أهلك ما وافقوا على فؤاد؟ مو بس هيك. لكن شو؟ نزيه لسه عم يضايقك؟ صحيح، على سيرة نزيه، سامي قرر ينهي الشراكة معه. هذا مو بس طلع واحد طماع وغشاش ولئيم كمان، تخيلي كان رح يروح سامي بشربة مي. شلونكم تدبروا حالكم؟ ما بعرف، بس أكيد سامي صار له اسم بالسوق. بس أنتي مفكرة نزيه رح يتركه بحاله؟ أبصر شو بيكون عم يخطط له هلأ. لا تخافي على سامي، سامي قد حاله، بعدين أكيد بيكون ماسك شي شغلي على نزيه. بس نزيه واحد مثل الحية، ما بتعرفي إمتى ممكن يلدغ. أنا مي. أهلين، أنت جوزك سامي، حكالي عنه نزيه، كانوا رفقات يمكن بالعسكرية وبالجامعة كمان. بحب أعرفك إيناس، خطيبة نزيه السابقة. طلبتي تشوفيني، خير في شي؟ في كلمتين حابين نقلك ياهم مشان لا توصلوا لمشكلة أكبر. السيد نزيه كان خطيبة لإيناس
وفجأة اختفى ليظهر انه جوزي. اذا بتريدي هذا موضوع خاص وما بحب حدا يتدخل فيه. نحن اللي بنعرف مين نزيه وشو كان وشو صار، بس ما هو المشكلة. المشكلة انه نزيه لازم يحل عن الناس بقى، حاجة لسه لحقها من مطرح لمطرح. اذا بتريدي انا ما بحب اسمع هيك حكي. بعدين نحن مو ناس شرشيح لننزل لهيك مستوى. عفوا مدام، نحن مو سألي لا انتي مين ولا شو. الشيء الوحيد اللي كنت حابة اقول لك اياه انه نزيه لازم يتوقف عن حده. طبعا هي الوسيلة اللي قبل الأخيرة واللي ما كنت حابة اوصلها. يعني بتقبلي يا مدام انه جوزك يتعرض لوحدي بالطريق لأنه ما عم تتجاوب معه؟ هذا الحكي مو مزبوط. انتوا جماعة بدكم تخربوا بيتي. شوفي، هدول الكلمتين حبينا نقول لك اياهم بالعقل. أحسن ما يصير غير شيء. مدام نزيه ما عاد وقف عند حد، وإذا أنت مو حابة تسمعينا أكيد الشرطة بتسمعنا. تصوري إنه بعت واحد أزعر يضرب خطيبة سكين ببطنه. شو عم تحكوا أنتو؟ شو سكين وما سكين؟ يعني نروح للشرطة؟ ساعتها بدك تتحملي خيانته والفضيحة كمان. ليكي مدام، ما حدا حيوقف نزيه عند حده غيرك أنت. تصور انه عم يلحقني من قرني لقرني، عم يراقبني، واخر شيء عم يلي فضيحه بالبيت، وبعدين تعرض لي بالجامعه وهددني. انا ما عم صدق. معقول نزيه يطلع منه كل هالشيء؟ المساله وصلت للاجرام ولسه عم تسالي؟ بعدين هذا الحكي لمصلحتك، مشان الموضوع ما يتوسع اكثر واكثر. ونحن مو طالبين منك شيء غير تضبيه لجوزك. نزيه وسامي كانوا فاتحين الشغل مع بعض، أكيد عندك علم. بس هلأ الله غنانا عن هالشراكة. أنا واحدة منحوسة منحوسة. شو بكي بابا؟ شو حكوا معك هدول النسوان اللي رحت تقابليهم؟ جايين يشكوا لي نزيه وعمايله. انا قلبي كان حاسسني المره بتحس. كنت عارفانه انه عم يلعب بديله. كل رفقاتي من تنايم بعيشتهم الا انا. معلش بابا معلش، روقي ولا تكبريها. في كتير نسوان بس يشوفوا مع واحد قرشين بصيروا بيلحقوه بدهم يبتزدوه. لا بابا، الموضوع أكبر من هيك. أنا متأكدة إنه نزيه له قصص مع النسوان. هو قالنا إنه كان خاطب شيء؟ لا، خبى علينا إنه كان خاطب، ومثل ما فهمت تجوزني هو لساته خاطب. خلص بقى روقينا، شو قصتك؟ لا وشو؟ عامل شغل مع جوزها لهي اللي كان جاي مع خطيبته. شغل؟ أنت متأكدة من الحكي؟ منين بدي اتاكد؟ هي قالت لي. شغل شو؟ ما بعرف ما بعرف. خلينا نتاكد بالاول. عندك تليفونها لهي المره؟ لا. جوزها شو اسمه؟ سامي. لازم نتاكد بالاول اذا كانت هي الخبريه صحيحه. هلا صحيحه ولا مو صحيحه بابا؟ انا انهانت كرامتي ولا كرامتي ما لها حساب عندك؟ بس الشغل له حساب. روقي بابا، هلا خلينا نعرف نفكر بهدوء. الله يرضى عليكي. يا اهلا وسهلا، نورتي. يا اهلا وسهلا بامل. يا اهلين يا غاليه. اهلين مرتهم. الحقيقه انا اشتقت لكم، بس مو هذا السبب اللي خلاني اجي وزوركم. قصدي مو هذا هو السبب الوحيد. انا مالي جاي اسالكم عن حسام، لاني بعرف اخبار حسام منيح. هديك المرة بعت لي رسالة بس أنا ما رديت عليه، وأنا ما بأرد عليه. أنا هلأ جاي لحتى أودعكم. إذا كتبتوا له رسالة لحسام سلمولي عليه، سلمولي عليه كتير. قولوا له ما بقى يكتب لي لأنه أنا رح أتجوز.
بدي سافر كمان. رح سافر لمكان كتير بعيد. كيف حاسس؟ أحسن. نادية، كيف حاسس؟ تفضلي ارتاحي. شو وين بيسان؟ ما بعرف وين اختفيت. خايف البنت تعمل بحالها شي بهالفترة. نادية، يا ريت تديري بالك عليها شوي بهالفترة، الله يرضى عليك. أنا تسمحوا لي، إن شاء الله معفو. هادية، ممكن تشربيني مي؟ من كام يوم اجت لعنده واحدة بنت وبهدلته بنص المكتب. بالعفو. واليوم اجى لعنده شب وبنت خانقوه بهدلوه بعدين مشيوا. شو عم تحكي انت يا رجال؟ صدقني يا معلم، هذا اللي صار. يعني الشركة صارت فلتانة خلص؟ عدم المؤاخذة معلم، الحق على صهركم. انا بكسر له ايده ورجله وبحمله ياهون. شو فكر؟ الدنيا فلتانة؟ اسمع ابو صفحي، الله يرضى عليك هلا بتنزل على الشركة وبتجيب لي كل الكشوفات والدفاتر اللي هنيك، غير لي قفل الباب الخارجي وكل قفولة الباب اللي جوا. إذا سألك صهري ليش هيك عم تساوي؟ إلا خليه يتصل فيه ويحاكيني. كمان ما تنسى المستودعات، ما بتخلي لي ولا غالة قديمة. شو اسمه هذا الفيل؟ شريكه شو اسمه؟ سامي معلم. حافظ رقمه؟ طبعاً. طب لي يا طب لي على التليفون. حاضر معلم. تفضل معلم. روح روح تيسر على شغلك، الله يرضى عليك ابو صبحي، بسرعه. تفضل معلم. الو، مرحبا سيد سامي، الداعي ابو عبد الصافي بالمهلي، الله يرضى عليك. عمي انا بدي اسالك سؤال محدد، يا ريتك تجاوبني جواب محدد. صهري نزيه، انت شريكه شي بشي شغله؟ عمي ابو عبدو، انا ما بعرف شو غايه سؤالك، بس انا ما عادت فارقه معي، نزيه شريكي. اي نعم. بايش بتشاركي؟ بايش عم تشتغلوا عمي؟ ادوات صحيه وخردوات، بس ليك عم انا ما عاد بدي هي الشراكه، بدي افسخها معه. انتو اخذين وكالات شي عمو؟ ايه اخذين اكثر من وكاله، بس كله باسم نزيه. انتو ليش بدكم تفكوا الشراكه عمي؟ ايه عم بسمعك، عم بسمعك. ايه ليك عمي، انا سمعت انه اذا فكيت الشراكة بينخرب بيتك لانك حاطط كل راس مالك فيها. انا عندي اقتراح، انا مستعد اني اشتري من نزيح حصته، شو رأيك شاركني إلي؟ بعمل وراء جديدة بيني وبينك. على مهلك، على مهلك، فكر على مهلك عمو. مع السلامة عمي.